على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم كفي. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 25 من شهر رجب للعام 1436 من الهجرة، 14 من شهر مايو أيار للعام 2015 من الميلاد. مع الحلقة رقم 153 من منتهى الطرب نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. أصدقاء جدد شرفونا من خلال فيسبوك انضموا لصفحة منتهى الطرب وشرفنا بانضمامهم، الأستاذ محمد إبراهيم من الغردقة، أستاذ محمد جمال من المحلة الكبرى، أستاذ محمود شبراوي الحنين للماضي العائد بالله، خالد الزين، صبري شحاتة من المنصورة، أستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن، أستاذ حسن الجلاد من اسكندرية، الأستاذ أحمد بشير، والأستاذ هناء ناصر من لبنان، شرفنا الأستاذ عبد القادر رشيد من ليبيا، الأستاذ منصف قاطش، والأستاذ رحيم من الجزائر، الأستاذة مروة. الحضور الكريم الآن على صفحة منتهى الطرب، واللي بيأسعد بانضمامهم الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ حبيب الكل، الأستاذ مصطفى خميس، الشاعر الأستاذ حماد مزيد، الأستاذ محمد الشرشابي، الأستاذ مصطفى الحداد أريج الورد، الأستاذ مصطفى كشك، الأستاذ أحمد التهامي قاسم، الأستاذ سمير صبري، الدكتور راضي حامد، الدكتور ميخائيل أديب، أيام الزمن الجميل، الأستاذ عبد العزيز القصاص، اللاعب جواد كاظم من بغداد، أستاذ مفيد عوض، الأستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة، الأستاذ عيسى متري، أستاذ جاسم بهلول، الأستاذ أحمد زامل، دكتور أحمد أبو كارم، وأستاذنا الكبير الأستاذ بشير عياد. من خلال حلقة اليوم في منتهى الطرب نتذكر مناسبات مرت علينا خلال هذا الأسبوع. الموسيقار عزيز الشوان ذكرى رحيله، الموسيقار المغربي عبد السلام عامر، الموسيقار الليبي عبد الباسط البدري، وما تبقى لنا من وقت حيكون مع الشاعر الكبير عليه رحمة الله كمال عمار. من خلال هذه المناسبات حنستمع لفايدة كامل، نادية فهمي، عبد الهادي بالخياط، عبد الحي الصقلي، نوري كمال، ومديحة عبد الحليم، وسيد مكاوي. لكن البداية مع إحياء ذكرى تحويل مجرى النيل. زي النهاردة يوم 14 مايو عام 1964 كان الاحتفال بتحويل مجرى النيل عند السد العالي، كان بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس الاتحاد السوفيتي نيكيتا خروشوف. فإذا كامل مباشرة عقب هذا الحدث تفاعلت مع كلمات مصطفى عبد الرحمن وألحان عبد العظيم محمد. نسمع فايدة كامل بإيدينا حولنا المجرى، أغنية اتنقلت من التلفزيون على شريط إذاعي يوم 19 مايو عام 1964. بإيدينا حولنا المجرى والصحراء راح تفضل
نمشي للمسرح المسرح نحميكي وتحمينا ثورة نحميكي وتحمينا نحميكي وتحمينا يا ثورة. هات شهدك يا نيلي سينا سينا من السد العالي هننور منه ليالينا ويفتح زعينا طوالي. هات شهدك يا نيلي سينا سينا من السد العالي هننور منه ليالينا ويفتح زعينا طوالي. بإيدينا حولنا المغرب والصخرة وتحمينا يا ثورة. يا مصارع يا مكان بيدور يا عزيمة ما تعرفش محال في طريقنا كسرنا صخور ورفعنا وزحزحنا جبال. يا مصارع يا مكان بيدور يا عزيمة ما تعرفش محال في طريقنا كسرنا صخور ورفعنا وزحزحنا جبال. بإيدينا حولنا المغرب والصحراء وحنحكي الأجيال معنيها بكفحنا نغالي صنعناها وبعزم الأحرار نحميها. معجزة الأجيال شفناها وحتحكي الأجيال معنيها بكفحنا نغالي صنعناها وبعزم الأحرار نحميها. بإيدينا حولنا المغرب والصخرة وحنمشي من مصر لمصر نحميكي وتحمينا يا ثورة. وبناصر عزف أيامنا حققنا أغلى أمالينا طوالي والفوق يا علمنا. النصر بيسبق خطوينا وبناصر عزف أيامنا حققنا أغلى أمالينا طوالي والفوق يا علمنا. بإيدينا حولنا المغرب والصخرة فايدة كامل وأغنية بإيدينا حولنا المجرى من كلمة مصطفى عبد الرحمن ومن ألحان عبد العظيم محمد اتنقلت من شريط تلفزيوني على شريط إذاعي يوم 19 مايو عام 1964. بستان الاشتراكية من حفلة إن شاء الله هتكون الحلقة القادمة بإذن الله. زي النهاردة 14 مايو لكن عام 1993 كان رحيل الموسيقار عزيز الشوان. وأيضا خلال هذه الأيام بيصادف ذكرى رحيل المطربة نادية فهمي. نسمع نادية فهمي في عمل من أعمال عزيز الشوان يشاركها الغناء عادل مأمون وشوف الدنيا جميلة هنية من كلمات إبراهيم رجب من ألحان عزيز الشوان عزيز، واحدة من ضمن عدة أغنيات سجلت على شريط إذاعي يوم 2 فبراير عام 1954. Thank you.
حسني وخفة طهري وعفة. شوفي الدنيا جميلة هنية، شوفي الدنيا جميلة هنية، زي الجنة لفظ ومعنى يغيرها ينورها، يمكن لما الحب جمعنا. حبنا غنوة خفيفة وحلوة، قلبي وقلبي بيغنيها. حبنا غنوة خفيفة وحلوة، قلبي وقلبي بيغنيها. واحنا ارتحنا ويا ما فرحنا لما فهمنا ايه معانيها. حسن وخفة طهر وعفة، حسن وخفة طهر وعفة. شوفي الدنيا جميلة هنية، شوفي الدنيا جميلة هنية، زي الجنة لفظ ومعنى يغيرها ينورها، يمكن لما الحب. نادية فهمي وعادل مأمون وأغنية شوف الدنيا جميلة هنية من كلمات إبراهيم رجب ومن ألحان عزيز الشوان، واحدة ضمن مجموعة من ألحان عزيز الشوان سجلها على شريط إذاعي بأصوات نادية فهمي وعادل مأمون يوم 2 فبراير عام 1954. يمكن أصدقنا اللي بتابعونا أزعنا من هذه الأغاني تانجو يا نور عيني في الحلقة 103 من منتهى الطرب. على صفحة منتهى الطرب بأرحب بأصدقائي الأستاذ عبد الرحمن السواح، دكتور مهندس بشير من باريس، دكتور عبد المنعم صديق العزيز من ليبيا، الأستاذ أبو مروان، المهندس ماهر العابد، دكتور ياسر رزق، الأستاذة هبة هجرس، المهندسة أمل تمام، أستاذة صباح أحمد ومدام كريمان. أرحب بانضمام أصدقاء أعزاء شرفونا على صفحة منتهى الطرب، أستاذ عبد الرحمن شريف، أستاذة هبة هجرس، الأستاذة إسراء عماد، أستاذ عمر سيف الدين، والأستاذ محمد إبراهيم. نادية فهمي رحيلها 1/6، يمكن أنا قلت إحنا بنحتفي بذكرها هذه الأيام، هي 1/6 ذكرى رحيلها إن شاء الله، ومش هيغيب عني بإذن الله تكون حاضرة معنا بأغنيات الأستاذ مصطفى الحداد، موصي على الموضوع ده من فترة وأنا مش ناسي. زي النهاردة 14 مايو، لكن عام 1979 كان رحيل الموسيقار المغربي الكبير عبد السلام عامر، رحل ولم يكمل 40 عاما. يمكن كان في عتاب من مستمعة كريمة من المغرب الشقيق مدام نيبال، فكانت عايزة تسمع حاجة بأصوات مطربين المغرب، فإن شاء الله في هذه الفقرة نسمع لأكثر من صوت وأكثر من عمل. عبد الهادي بالخياط وما تحاولش تقرب مني من كلمات حسن المفتي وألحان عبد السلام عامر، تسجيلها كان يوم 5 أكتوبر عام 1966. ما تحاولش
تحاولش تقرب مني تسأل عني ما تحاولش عطفي ولحنان أصبح نسيان وحبنا كان ما يرجعش وما تحاولش ما تحاولش وما تحاولش المطرب المغربي الكبير عبد الهادي بالخياط وأغنية ما تحاولش تقرب مني من كلمات حسن المفتي وألحان عبد السلام عامر الذي نحيي اليوم ذكرى رحيله. من ألحان عبد السلام عامر أيضا نستمع إلى المطرب عبد الحي الصقلي، نستمع إليه في أغنية ليل الغربة من كلمات حسن المفتي وألحان عبد السلام عامر، سجلها المخرج محمد سالم للتلفزيون يوم 13 أبريل عام 1966. Thank you.
فهمش نمشينا نشوف في عيونه ما ضينا ونزور طريق فهمش ونتمنى وهمي يبقى ويبعدني عن التنهيد ونتمنى وهمي يبقى ويبعدني عن التنهيد في ليل الغربة مرار ذكرى عبد الحي الصقلي وأغنية ليل الغربة من كلمات حسن المفتي وألحان عبد السلام عامر، أغنية سجلها المخرج محمد سالم للتلفزيون يوم 13 أبريل عام 1966. مرة أخرى مع عبد الهادي بالخياط، ويمكن أثرت أن يكون معانا أغنيتين لي في هذه الحلقة لأنه من فترة كبيرة يمكن ما فيش حاجة اتزعت له، وتكريما لهذا المطرب المغربي الكبير واستجابة أيضا لطلب مدام نيبال من المغرب. نسمع عبد الهادي بالخياط وأغنية عيون من كلمات حسن المفتي وألحان عبد السلام عامر، سجلت الأغنية يوم 7 مارس عام 1966 وأجيزت للإذاعة يوم 9 مارس من ذات العام. من يومين
عيون في لحظة قالوا لي قالوا لي قالوا لي حكايات كلاب خلاوا الدنيا قدامي 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 ربيع بساب صبح لي ماشي حالي سنوف عماقي وخيالي صبح لي ماشي حالي سنوف عماقي وخيالي وراوني حيرة العشقين من يومين عيون زرقاء وفي سماهم وفي سماهم اسماهم ميات نجمة وليل ونهار روحي معاهم روحي معاهم روحي معاهم ديما هيمة عايش بيهم وعايش ليهم قلبي وعمري شريهم عايش بيهم وعايش ليهم قلبي وعمري شريهم حتى لو كانوا غدارين غدارين. المطرب المغربي الكبير عبد الهادي بالخياط وأغنية عيون من كلمات حسن المفتي وألحان الملحن الكبير عبد السلام عامر الذي نحيي اليوم ذكرى رحيله. الأغنية تم تسجيلها يوم 7 مارس عام 1966 وأجيزت للإذاعة يوم 9 مارس من ذات العام. كانت لمسة وفاء لذكرى الملحن المغربي الكبير عبد السلام عامر. قبل ما يفوتنا ننتقل إلى جزئية أخرى. عبد الهادي بالخيار وعبد الوهاب الدكلي قرأت أنه ميلادهم كان في 1 يناير عام 1941. حد من الأخوة المغاربة من فضلكم يؤكد لي هذه المعلومة أو يدلني على التاريخ الصحيح. على صفحة منتهى الطرب من خلال فيسبوك رحب بالأستاذ محمود من سوهاج، أستاذة سمية مغازي، الأستاذ روبير راتي ومدام ناهد، أستاذة نور جيهان، أستاذ محمد مصطفى، الأستاذ محمود الشامي، الأستاذ وائل الحكيم، أستاذة حنان زكي، الأستاذة إيمان مصطفى، الأستاذ مدحت عبد الدايم، وأرحب بانضمام الأستاذ مجدي لبيب لصفحتنا منتهى الطرب. ربنا يحفظك يا حبيب الكل دكتور حسن تعيش. الأستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة مشكورا وضع لنا معلومة وتوثيق أن الملحن عبد السلام عامر هو الذي أذاع بيان الانقلاب الفاشل الذي حصل في المغرب يوم 10 يوليو عام 1971. جزيل الشكر أستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة. في 10 مايو 2013 كان رحيل الملحن الليبي عبد الباسط البدري. والمعلومات اللي هقولها الفضل طبعا فيها انه لا يشكر الله من لا يشكر الناس الاستاذ الدكتور ابو عاصم، فمعظم المعلومات دي انا مستقيها منه. وصديقي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا افادني برضو ببعضها وياريت يضع لنا توثيق كامل على الصفحة. 10 مايو عام 2013 كان رحيل الملحن الليبي عبد الباسط البدري. عبد الباسط البدري عمل في البداية مصور بالتلفزيون الليبي عند افتتاحه عام 68، وفي فترة لاحقة عمل بالإخراج اللي برع فيه لدرجة أنه أطلقوا عليه لقب مخرج فز وفنان بعين سحرية. الإيطاليين أطلقوا عليه هذا اللقب فنان بعين سحرية. له الكثير من الألحان. ودكتور عبد المنعم قال لي انه هو كان كفيف زي سيد مكاوي
وكان ضرير ويتمتع بذات خفة الدم عليه رحمة الله. نسمع من ألحانه نوري كمال وأغنية نار يا حبيبي نار من كلمات مسعود بشون وألحان عبد الباسط البدري، واحدة من ضمن عدة أغنيات نقلتها الراحلة الأستاذة نادية توفيق على شريط إذاعة يوم 10 ديسمبر عام 63. I'm
غير خاطري تشكني تبعد تحير خاطري تشكني لا والله لا نار يا حبيبي نار لا والله لا نار يا حبيبي نار بعدك عني وبتحرقني صدها نوري كمال ونار يا حبيبي نار من كلمات مسعود بشون ومن ألحان الملحن الليبي عبد الباسط البدري اللي بنحيي اليوم ذكرى رحيله. واحدة من ضمن عدة أغنيات ليبية اتنقلت على شرائط إذاعة يوم 10 ديسمبر عام 1963 بواسطة الأستاذة نادية توفيق. على الخاص بعت لي دكتور مهندس بشير بيقول انه عبد الوهاب الدكلي وليس عبد الهادي الدكالي. انا الظاهر نطقتها خطأ، عبد الهادي قلت عبد الهادي، فهو صحح لي مشكورا انه هو اسمه عبد الوهاب الدكلي، عدم تركيز بعتذر عنه. وايضا في ذات الوقت استاذنا العزيز مدحت عبد الدايم برضو على الخاص بعت لي انه هو عبد الوهاب الدكلي وليس عبد الهادي الدكلي. الدكتور مهندس بشير أضاف أيضا أنه عبد السلام عامر كان كفيفا أيضا، رحمة الله على الجميع. وحسزنك دكتور بشير من فضلك تواريخ ميلادهم لو تكرمت. يعني شاعرنا الكبير بشير عياد 12 مايو ذكرى. المناسبات اللي حضرتك كتبتها لنا على الصفحة حاضر والله، بس ثم مشكورا حضرتك عملت الواجب في صوت العرب وكانت حلقة رائعة استمعت إليها. يعني أختنا إيمان الأغنية اللي طلبتها بإذن الله الحلقة القادمة في حلقة الطلبات، وكان طلبها الله يرحمه الأستاذ علاء خضير مني وأنا جهزتها له فعلا، فجهزها معي بإذن الله هتكون الحلقة القادمة بإذن الله. حاضر، ما تبقى من وقت معنا هيكون مع الشاعر الكبير كمال عمار. شاعر كبير كمال عمار رحل في 13 مايو عام 2005 على الأرجح، رأي بيقولوا 12 ورأي بيقولوا 13. وكمال عمار يمكن الأغنية الأشهر لي صبرنا وعبرنا وربك نصرنا، ورغم عني كل سنة بأجد في نفسي انحيازا لهذا الراحل اللي كان رحيله بصورة مفجعة، حيث وجدت جثته الطفية على سطح إحدى الترع بعد أن تغيب عن بيته قبل أسبوع فاقدا الذاكرة. محمد محمود عمار الصحفي ابن جريدة الجمهورية والمساء، وسلك مشوار طويل مع العمل الصحفي وأيضا في مجال الشعر الغنائي، بداية من أغنية رجاء عبده على كوبري أصل النيل من ألحان منير مراد، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في الشعر عام 84 وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 86. زي ما قلت لحضراتكم ما تبقى من وقت هيكون معاه. تعالوا في البداية نبدأ مع سيد مكاوي اللي ميلاده أيضا كان في 8 مايو عام 1926، فالعمل بيحمل مناسبتين. سيد مكاوي، أنا عند حسن ظنك حتى وانت بعيد، من كلمات كمال عمار، لحن وغناء سيد مكاوي. التسجيل كان يوم 17 سبتمبر عام 1995.
عندي حسن ظنك وحتى وانت بعيد وخدني زماني منك وتهيت المواعيد ولا يمكن اقدر افكر غير فيك واشتاق واسهر ولا يمكن اقدر افكر غير فيك واشتاق واسهر واحبك احبك احبك من جديد انا عندي حسن ظنك وحتى وانت بعيد الدنيا لو بيحلها في كفة وانت التاني اختارك انت بدلها يا اغلى ما في الدنيا الدنيا لو بيحلها في كفة وانت التاني اختارك انت بدلها يا اغلى ما في الدنيا وانا ضامن فرحتي وسعادة دنيتي وانا ضامن فرحتي وسعادة دنيتي وقلبي راضي سعيد ولا يمكن اقدر افكر غير فيك واشتاق واسهر واحبك احبك احبك من جديد انا عندي حسن ظنك وحتى وانت بعيد وخدني زماني منك وتهت المواعيد ولا يمكن اقدر افكر غير فيك واشتاق واسهر تعرف في بعض ساعات متهيأ لي اني بعدني مش اكتر من خيالات ما عمري متعودني تعرف في بعض ساعات متهيأ لي اني بعدني مش اكتر من خيالات ما عمري متعودني عن بعدنا عن بعض زي الناس والورد عن بعدنا عن بعض زي الناس والورد ضيل هلال والعيد ولا يمكن اقدر افكر غير فيك واشتاق واسهر واحبك احبك احبك من جديد انا عندي حسن ظنك وحتى وانت بعيد وخدني زماني منك وتهت المواعيد ولا يمكن اقدر افكر ولا ألف بعد غير إحساسي ناحيتك ده كل يوم بتكتر وتزيد محبتك ولا ألف بعد غير إحساسي ناحيتك ده كل يوم بتكتر وتزيد محبتك وكل شوق الدنيا يا حياتي بان عليك وكل شوق الدنيا يا حياتي بان عليك وكل ما دا يزيد ولا يمكن اقدر افكر فيك واشتاق واسهر واحبك احبك احبك من جديد انا عندي حسن ظنك وحتى وانت بعيد سيد مكاوي لحنا وغناء وكلمات كمال عمار أنا عندي حسن ظنك. الأغنية تسجلت يوم 17 سبتمبر عام 1995. مديحة عبد الحليم وأغنية ميعاد حبيبي من كلمات كمال عمار وألحان محمد صادق. تسجيل الأغنية كان يوم 4 يوليو عام 1965. شمس اوعي تغيبي قال الليلة دي جاي يزورني حبيبي
خليكي طالة نوريله السكة، واما يهل ابقي اضحكيله ضحكة وقوليله انه مقصدي ومطلوبي. يا شمس حديك الحبيب علامة، هو اسمراني وطلعته بسامة. يا شمس حديك الحبيب علامة، هو اسمراني وطلعته بسامة، وعليه جلايب فيها ياما وياما. أبص فيها أقول يا عيني طيبي، مديحة عبد الحليم وأغنية ميعاد حبيبي من كلمات كمال عمار، ألحان محمد صادق، تسجيل الأغنية يوم 4 يوليو عام 1965. مش عارف، أنا بسمع مديحة في الأغنية دي نفس صوت رؤية توفيق في أغنية تصبح على خير يا حبيبي حلقة 84. أنسام السلام ولا شزل؟ طيب ناخد أنسام السلام. الفقرة التالية هتكون مع واحدة من حلقات برنامج من أنسام السلام، كمال عمار، سيد مكاوي، سمير عبد العزيز الأداء، وأنور عبد العزيز، والمرسي أبو العباس. تسجيل الحلقة كان يوم 18 أكتوبر عام 1978. صوت العرب من القاهرة. أنسام السلام. لاح الصباح فباركي يا أمتي واستقبليه، لاح الصباح فباركي يا أمتي واستقبليه، ضمي خطاه وكبري، ضمي خطاه وكبري، واستبشري هذا سلام الحق عربي مبين، هذا سلام الظافرين، هذا سلام الحق عربي مبين، هذا سلام الظافرين. يقول قد لاح الصباح
الصباح لا هذا الصبح الطالع عصفوري النظرة وردي الأنسام في يمناه أغصان الزيتون وفي يسراه مفتاح الأحلام عيناه قنديل يغمر بالضوء القادم من أرحام الأيام ويداه منديل يمسح دمع الأيتام وأرامل ضفتنا الغربية ويبشر بالحرية للمحتجزين المرتقبين طلوع الصبح المؤتلق الألوان والمشتاقين العودة للبيارات الدافئة الأحضان يكفينا ما كان وحي على البنيان ودعونا نبذر أحلام الإنسان في الأرض الطيبة الحرة يا أبناء العم آن أوان الخضرة يا أبناء العم من فيكم أو من فينا لم يتطلع لضياء حجبته سنوات الأحزان وسحابات الهم يا أبناء العم لا تثريب ولا لوم يا أبناء العم هذا نحن على هدي الرحمن نسير وإن جنحوا للسلم سالمنا من منطلق القدرة وتكلمنا بلسان عربي نبرة وإذا عادوا عدنا أكتوبر يشهد والعاشر من رمضان حين نشرنا الأعلام المطوية في سيناء وفي الجولان حين عبرنا مأساة حزيران وقهرنا ولأول مرة منذ صلاح الدين أباطيل الأوهام فدعونا نتملى هذا الصبح الطالع عصفوري النظرة وردي الأنسام في يمناه أغصان الزيتون وفي يسراه مفتاح الأحلام يا طيب أنسام السلام تهل من بعد الظلام وتعود تضحك في الشفاه الظامئات للابتسام هل تباشر الضياء يا وحي على البناء غنوا لأنسام السلام غنوا لأنسام السلام أنسام السلام برنامج من أشعار كمال عمار لحن وغناء سيد مكاوي أداء سمير عبد العزيز أنور عبد العزيز المرسي أبو العباس إخراج فاروق لطيف تسجيل الحلقة كان يوم 18 أكتوبر عام 1978 سمعنا العاطفي والدرامي من كلمات كمال عمار حابب أختم الحلقة بعرب عرب وطول ما احنا عرب حنعيش ما نخافش من المجهول والحر ما ينحنيش كمال عمار وسيد مكاوي Yeah.
عرب عرب ويطول ما احنا عرب هنعيش ما نخافش من المجهول والحب ما ينحنيش عرب عرب ويطول ما احنا عرب هنعيش ما نخافش من المجهول والحب ما ينحنيش ما فيش مكان في الدنيا الا العزيمة وياه ما فيش مكان في الدنيا الا العزيمة وياه بالحب والوصول عرب 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 احنا احنا عرب عرب ويكون احنا عرب هنعيش ما نخافش من المجهول والحر ما ينحنيش عرب عرب ويكون احنا عرب هنعيش ما نخافش من المجهول والحر ما ينحنيش ما فيش مكان في الدنيا الا العزيمة قوية ما فيش مكان في الدنيا الا العزيمة قوية بالحب والاصول عرب 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 احنا احنا عرب عرب مهما فلنا شرق وغرب بنرجع تاني أمة واحدة ونقول يا رب عرب عرب مهما فرقنا شرق وغرب بنرجع تاني تاني أمة واحدة ونقول يا رب عرب عرب مهما فرقنا شرق وغرب بنرجع تاني تاني ما واحدة ونقول يا رب بارك لنا عربتنا وجمع أهل بيتنا يلا بارك لنا عربتنا وجمع أهل بيتنا بارك لنا عربتنا وجمع أهل بيتنا يلا بارك لنا عربتنا وجمع أهل بيتنا على الحب والأصول عرب 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 إحنا عرب عرب ويكون احنا عرب هنعيش هنعيش ما نخافش من المجهول والحر ما ينحنيش عرب عرب ويكون احنا عرب هنعيش ما نخافش من المجهول والحر ما ينحنيش ما فيش مكان في الدنيا الا العزيمة قوية ما فيش مكان في الدنيا الا العزيمة قوية بالحب والاصول عرب 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 احنا احنا عرب عرب كلمات كمال عمار ألحان سيد مكاوي تاريخ تسجيلها يوم 14 يونيو عام 1989 رغم أني أزعتها في الحلقة 103 فضلت أني أختم بها حلقة النهاردة أتمنى أنها تكون لمسة وفاء رضيتم ولاقت استحسانكم لروح الشاعر الكبير كمال عمار قبل الختام تحياتي دكتور سنوس الضبيع من ليبيا أستاذ شروق مهندس خالد عروق أستاذ عبد الرحمن شندي أستاذ فايز سالم أستاذ بسام قاسم من العراق مريم عمر أستاذ أحمد قباري الأستاذ لوجي أحمد الأستاذ أحمد حمدي والأستاذ قتيبة مصطفى كل الشكر لمن تفضل وشاركنا الاستماع والانضمام والتعليق من خلال فيسبوك على صفحة منتهى الطرب شكرا حسام فاروق نلتقي الخميس القادم بإذن الله مع طلبات مستمعينا حتى ذلك الوقت لكم مني كل الحب على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب مع إبراهيم كفوف.